محمود، السنة الجاية بقى رؤيتك أنت كناقد وعارف يعني عارف يعني موسم الانتقالات بالنسبة للنادي الأهلي، هل يعتمد بشكل كبير على عودة المعارين بشكل أكبر وممكن ندعم بعض المراكز المهمة في الفريق بلعيبة محترفة؟ حضرتك قلت أحمد ياسر ريان، يعني أنت بتقول أحمد ياسر ريان من العناصر اللي ممكن جدا تفيد النادي الأهلي. أحمد ياسر ريان وعمار حمدي. عمار حمدي. عمار حمدي. وأنت عندك عمار حمدي بيلعب جناح وبيلعب وسط ملعب. أنا بقول لك، وأنت رجعت بيكهام. وبيكهام ده سيرد باك. خلاص سيرد باك. في عندك أكرم توفيق. أكرم توفيق وسط ملعب. وسط ملعب. وعندك محمد عبد المنعم في سيرد باك في سموحة. ومحمود جاز، واحد من الاثنين. واحد من الاثنين. طب ليه انا عايز عندك كمان خلي بالك في لعيب مميز جدا ومن هداف الدوري دلوقتي محمد شريف بتاع انبي. طبعا. لا 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 كويس كنت فكرتني. ده كمان من اللعيبه اللي ظهر بشكل كويس وكله باصص عليه على فكره. يعني كله باصص عليه بس دي. عارف انت هنا على استحياء لا سيبه شويه لما هو نضج خلاص. ما هو برضه عايز اقول لك على حاجه، اكيد في تفكير المسؤولين في النادي الاهلي عدد اللعيبه الاجانب مش هيستمر بالصوره الكبيره وحجم الا ما يكون حد بيديك ميزه. ايه هو ميزه اللاعب المحترف؟ انه بيديني حاجه مش موجوده عند اللاعب المحلي يا كابتن هاني. يعني بيجي يخلص لي ماتش، يعني بيديني اللقطه الاخيره هو بتاعته اللي عندي لسه ما وصلش ليها. يعني دايما لما كان في اتنين لعيبه مهاجمين اتنين لعيبه محترفين من الظواهر العجيبه الغريبه دلوقتي انه بقى التفكير انه بتجيب لعيبه مدافعين في الدفاع وفي نص الملعب. يعني كان يبقى الهدف كله تركيز كله على ايه؟ على راس الحربه. او عندك حد بلاي ميكر جامد او عندك جناح يعني ملوش حل. لكن مساله دلوقتي انت زياده العدد ده الى اربعه او الى خمسه، ده من وجهه نظري ده ليه تاثير على المنتخب كمان مستقبلا. اذا كان بتاع المنتخب مش واخدين باله يعني مش واخدين بالهم تبقى مصيبه، واذا كانوا قايمين على اتحاد الكوره مش واخدين بالهم تبقى يعني المصيبه اعظم. لا احنا بنتكلم الاهلي لا، ولاده خلاص كبروا نضجوا.